إيران توجه ضربة عسكرية لإسرائيل وأول رد من تل أبيب ضد طهران. تحركات مفاجئة قامت بها قوة الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل، حيث استهدفت سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية أصيبت بصاروخ باليستي في بحر العرب. ووفقا لما ذكرته مصادر إسرائيلية، فإن سفينة الشحن التي تم استهدافها مملوكة لشركة إسرائيلية أصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب وتعرضت لأضرار، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها عقب الهجوم. وأفاد التقرير أن السفينة المملوكة لشركة XT مانجمنت ومقرها ميناء حيفا كانت تبحر من تنزانيا إلى الهند، وأصيبت أثناء مرورها بين الهند وسلطنة عمان. وفي أول تعليق رسمي من إسرائيل، أكد مسؤول أمني إسرائيلي إصابة السفينة بصاروخ أحدث بها أضرارا، فيما يشتبه أنه هجوم إيراني، ولم يدي بمزيد من التفاصيل. وذكر موقع واينت الإخباري الإسرائيلي أن السفينة التي كانت ترفع علم ليبريا لم تلحق بها أضرار كبيرة. وفي وقت سابق حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الشهر الماضي المسؤولية عن انفجار وقع على سفينة إسرائيلية في خليج عمان، وكانت إيران المشتبه به الرئيسي وراء الهجوم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس آنذاك أن تقييمه المبدئي هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار، مشيرا إلى أن موقع السفينة القريب نسبيا من إيران يثير فكرة وتقييم أن الإيرانيين هم من فعلوها. وتعرضت السفينة التي تحمل اسم MV هيليوس راي، وهي ناقلة سيارات، مساء 25 من فبراير شباط لانفجار غامض في خليج عمان. وقال مسؤول أمريكي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. وقال مسؤول إسرائيلي إن ألغام لاصقة استخدمت في الهجوم. ونفت إيران ضلوعها في ذلك الوقت. وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران: نرفض بشدة هذا الاتهام. في وقت سابق من هذا الشهر قالت إيران إن إسرائيل كانت على الأرجح وراء انفجار أدى إلى إلحاق أضرار بسفينة حاويات إيرانية في البحر المتوسط. ونقلت وكالة بلومبرغ عن صحيفة وول ستريت جورنال قولها في 11 من الشهر الجاري إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا، معظمها تحمل نفطا إيرانيا. وكثير من المحللين السياسيين يرون أن التصرفات الإيرانية من شأنها أن تدفع بالدولتين إلى مواجهة عسكرية. فهل اقتربت ساعة القتال بين طهران وتل أبيب؟